خير. ومعنا هلا مصمم الازياء فهد. على طول من بعد الستيج اخذناه وبلشنا فيه اسئله، واول سؤال بدنا نرحب فيك وبعدين نبلش باول سؤال. انا اللي برحب فيكم، شرفتوني بحضوركم، وراي دائما معروف عنها تغطي الاحداث الشبابيه الجديده، وهذا اللي انا شجعني على طول اوكي تعالوا. الفنانة إيما رح نسألها عن تجربتها لليوم. أهلا وسهلا. أهلا فيكم يا راي، مشكورين والله على حضوركم اليوم. اليوم أنا وايد مستانسة، رقصنا وسوينا عرض حلو، ما أدري حتى لو في أشياء ما صادها جمهور، بس إنه أنا حدي مستانسة وايد. بعد كل عروضنا تشذين متحمسين. بدك تخبرينا عن هيدي التجربة اللي عملتيها هلا. اليوم كان تمرين طبعا فهد، أنا كضيفة شرف مع اليوم، وتمرين دربنا المدرب فالنتينو حق مقطع الرقص. كعارضة طلعت في مقطع صغير بالفيديو، بس اليوم أنا أساسا كراقصة.